ورجعنا لكم من جديد مشاهدينا الاعزاء بعد ما شاهدنا هذا التقرير. كل الشكر لفريق الاعداد وزميلتنا اللي قدمته لنا. اكيد اعزائي المشاهدين حنتقل الى فقرتنا التاليه وهي تحتاج الى ابتسامه عريضه لانه حنتكلم فيها عن السعاده. اليوم حيكون تتمه لموضوعنا في الحلقه السابقه مع خبيره التنميه البشريه الاستاذه لينا حمامي ونتكلم اكثر عن كيفيه تحقيق السعاده، مين منا ما يبغى السعاده ومين ما يدور على الطرق والسبل اللي ممكن انها تدخل السعاده الى حياته وحياة من حوله. أكيد نرحب فيك، أهلا وسهلا فيك معنا. الله يسلمكم وأهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. مثل ما تفضلتي هالموضوع هذا يحتاج فعلا إلى ابتسامة عريضة قبل ما ندخل بتفاصيل الموضوع. بالتأكيد يعني احنا تحدثنا في حلقات سابقة عن السعادة أو كيف ممكن نصبح أشخاص سعداء، وأنت وقتنا أن لها تكمل الحلقة نتحدث فيها بشكل أكبر عن أيضا محبطات السعادة وكيف ممكن نتغلب عليها. اليوم يعني حابين نعرف أكثر بداية المحفزات اللي ممكن تساعدنا لنكون أشخاص سعيدين أكثر. المرة اللي فاتت أنا بالنسبة للمشاهدين اللي ما قدروا يحضروا الفقرة هذا جملت المسببات للسعادة في ثلاث محاور أساسية اللي هي الإيمان والذات ثم الفضائل. طبعا نظرا لضيق الوقت مش هنقدر أنه نرجع ونعيد الكلام اللي سبق ذكره، وإنما سأتطرق الآن إلى أربع محاور أساسية ضمن هالمحاور هذه اللي بتساعد على إكساب السعادة المستدامة. هناك فرق ما بين السعادات القصيرة جدا وبين السعادة الطويلة الأمد يلي تشعر الإنسان بالسلام الروحي، بالاستقرار النفسي، بالقدرة على مواجهة محبطات الحياة وسلبيات الحياة. فمبدئيا حتكلم واذكرهم هما الأربعة هدول بتسلسل وبسرعة وبعدين نتطرق إلى كل بند من هالبنود على حدة. البند الأول وهو أهمية وضع الأهداف في حياتنا. هذه الأهداف يجب أن تكون سهلة، قابلة للتحقق، ممتعة وبمعايير محددة، يعني مش فضفاضة. النقطة الثانية القدرة على الاستمتاع بالآخرين. أغلب الناس الآخرين بمعنى قد يكون البشر والطبيعة الحيوان أي شيء، القدرة على الاستمتاع ورؤية مواطن الجمال في الحياة. النقطة الثالثة أو البند الثالث وهو النسيان أو القدرة على المسح وحق المسح. والنقطة الرابعة المهمة جدا وهي أن نصنع الحياة السعادة بأنفسنا. نحن في مجتمعات أبوية سلطوية في نطاق الأسرة وفي نطاق التجمعات الصغيرة، في نعتمد على الآخرين دائما هناك أب وهناك أخ وهناك زوج وهناك مدير وهناك المسؤولين عن إدخال السعادة إلى قلوبنا. وأنا هنا أتوجه إلى النساء خاصة. أغلب النساء في مجتمعاتنا العربية أنشئت على أن الرجل هو مسبب السعادة لها، هو خالق السعادة ومانح السعادة لها، فإن كان أب أو أخ هذا هو ولي الأمر وهو البنك مصدر الدخل ومصدر البنك وهو المسؤول عنها في كل كبيرة وصغيرة. فبالتالي ننشئ بناتنا غالبا على الاعتماد على الرجل، ونادرا أو خلينا نحكي ما نكون كتير ظالمين للنساء، ولكن بشكل عام أنا أتكلم النساء القادرات على صناعة حياتهم وصناعة السعادة ليهم ما زالت في محدودة جدا، لأنه دائما في رأي الرجل هو اللي لازم يحبها وهو اللي لازم يشتري لها وهو اللي لازم يعطيها. يمكن هذه تربيتنا أستاذة لينا، تربيتنا الشرقية فرضت علينا ارتباط المرأة بالرجل، لأنه هذا أيضا سبب من مسببات السعادة في ديننا الحنيف، لأنه عشان تكملي دينك يعني نصف دينك هو الزواج، فهذا الشيء مرتبط فينا في التربية فما نقدر نلوم. ولكن في شيء مهم، إيش الرابط بين السعادة والإنجازات؟ يعني إيش الأسباب اللي إحنا بنسعى لها أو بنفعلها عشان يكون لها سبب في سعادتنا؟ أكيد هذا يحيلنا إلى البند الأول وهو وضع أهداف قابلة للتحقق وممتعة. خاصة الإنسان عندما يضع أهداف صغيرة خلينا نقول
والتي بالأخير هي التي ستشكل الصورة الكبرى لحياته ومستقبله. هالأهداف الصغيرة هي التي تجعله يشعر وينجزها ويحققها وينجح فيها، تجعل تقديره لذاته عالي جدا، تجعله قادر على إدارة حياته بيده، قادر على الإمساك بزمام الأمور في حياته، لأنه الإنسان بطبعه إنسان يعني استقلالي، مش تبعي، مش عبد، يحتاج إلى الحرية التي هي حق من حقوقه. وطالما أنه غير قادر على الإنجاز والاعتماد والاتكال على الآخرين، فهو بده يضل تحت سطوة الآخرين، وبالتالي تقديره لذاته سيضمحل وسيقل. الإنجاز يعني النجاح، والنجاح يعني السعادة. هلأ بتقولوا لي ما في كثير ناس ناجحين ولكنهم غير سعداء، هذا لأنهم لم يحققوا الشروط كلها، اللي هي الإيمان، واللي هي الذات، واللي هي الفضائل. هذه كلها مكملة لبعضها. ما نقدر نقول والله إنه فقط النجاح في العمل هو ملزم، أو إنه هو الشرط الوحيد للسعادة. لا، مش صحيح. الإنجاز بمعنى وضع الأهداف في العلاقات الإنسانية، في العلاقات المهنية، في 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 العمل اللاشخصي، يعني بمعنى إنه يكون في عندك اهتمامات غير شخصية، تهتمي بالآخرين وتحققي هالإنجازات هذه. الناس تستخف بهذه الأهداف الصغيرة والإنجازات الصغيرة، وتنظر وكأنها هي إذا ما وصلت القمر، أو هذا الرجل إذا لم يحقق ثروة كبيرة فهو إنسان فاشل. مش صحيح الحكي هذا. نحن نحتاج في حياتنا اليومية، نتكلم عن حياتنا اليومية، إلى إنجازات صغيرة صغيرة في حياتنا، اللي هي تتجمع وتشكل سلام داخلي وسلام نفسي، يطفي علينا نوع من البهجة، نوع من الاستمتاع بحياتنا اليومية. يعني للأسف أيضا كثير أشخاص، أو أغلب الأشخاص، يربطوا السعادة بالحالة المادية أو المال. أكيد. في حين نجد أن كثير من الفقراء يمكن أكثر سعادة من الأغنياء، يمكن لأنه ما بيشيلوا هم يعني أشياء كثير، أو يمكن الرضا أيضا. الرضا جدا مهم يعني في حياتهم. أتوقع يعني ما أدري، في بعض الأحيان يقولوا لك أنك ترضي هذا دليل على أنك أنت ما بتتقدم، لكن أحيانا الرضا ضروري. صحيح، هذا اللي تكلمت عنه أنا، بالنفس الراضية والنفس المطمئنة. هذا اللي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، عن الإيمان. عن الإيمان كمعتقد، كمعتقد روحاني، وكمعتقد بالذات، أو كمعتقد بالعادات والتقاليد الاجتماعية، أو كمعتقد بالقدرة وبالقوة وبالسلطة. بهذا الإيمان لا يعني فقط الإيمان الروحاني أو الإيمان العقائدي الديني، وإن الإيمان بكل شيء. أنت لما بتؤمني، بشرط أن يكون هناك عمل بموجب هذا الإيمان، لأنه إذا كنت آمنتي ولم تتعمي، هذا سيشعرك بالإحباط ويشعرك بالنقص وبالضعف، وبالعكس حتحسي أنك أنت مقصرة، بدل ما يكون أنه هذا داعم ومعين لك في تحقيق سعادتك وفي في مسيرتك في الحياتية. صحيح. يعني نقدر نقول أنه القيم تعتبر مفتاح من مفاتيح السعادة أيضا للإنسان. صحيح، لأنه الفضائل والقيم. هل أنتم بتقولوا لي ما هي القيم؟ القيم قد تكون السيارة، قد يكون الثراء، وقد يكون البيت، وقد يكون الأخلاق الحسنة، وقد تكون أي قيمة، مش يعني بالضرورة هذا، ولكن هي التي تساعدك على وضع الأهداف هذه وتحقيقها في حياتك، وبالتالي إنجازها. القيم غير الفضائل. القيم، لأنه مثلا ممكن يقول، نشوف لدى بعض الأشخاص قيمهم مختلفة عننا تماما، ولكن بالنسبة لهم هي محرك للحياة، دافع للحياة. عندما تنعدم لدى الأشخاص هذه الدوافع، هذه خلاص بيطيح، ما بيعود عنده هذيك الديناميكية للسعي نحو أي شيء. طبعا احنا مثل ما نعرف انه الانسان اللي دائما يشيل همومه ودائما يفكر
بتشاؤم او يفكر بسلبية، هذا الشيء ممكن انه يكون له اسباب للكآبة ولضيق النفس وضيق الصدر. ولكن ايضا الاشخاص اللي يشيلوا في قلبهم وما ينسوا، هذول اشخاص تحسيهم شوية دائما ايوه تحسيهم ما هم سعيدين أبداً. حتى ملامحهم وطريقة تعبيرهم عن الحياة مختلفة. صحيح. السعادة لها ارتباط قوي بالنسيان، عفوا النسيان له ارتباط قوي بالسعادة. بالعكس صحيح. هنا حتكلم عن النسيان، النسيان المتعمد وليس النسيان المرضي اللي إنسان مثلا يبدأ يفقد ذاكرته يفقدها. لا، أنا أتكلم الآن على الحق في نسيان، الحق في المسح، وهذا موجود على فكرة في 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 وطرح على مستوى عالي جدا وعلى مستوى أممي، أن الإنسان يجب أن يكون لديه الحق في مسح كل ذكرياته السيئة السلبية الموجعة، لأن الذكريات هذه هي عبء على الأشخاص ومحدة له. النسيان هو 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 شيء يعني حق حيوي وواجب حيوي على كل إنسان. إنه هذا ليه النسيان؟ النسيان هو يجعلك إنك تفرغين هالذاكرة اللي جواك وتملئيها بأحداث جديدة. من أهم عوامل النسيان، النسيان مرتبط بحجم الانفعالات المتولدة من الأحداث، ومرتبط كذلك بالمشاعر وقوتها. بمعنى إن نحن ماذا ننسى؟ ننسى هالأشياء الصغيرة البسيطة اللي بتمر في حياتنا، ونذكر دائما الأحداث المرافقة واللي بيكون فيها محملة بالمشاعر وبالهذا. يقال كذلك قل لي ماذا تتذكر أقول لك من أنت. الإنسان اللي بيتذكر دائما الأشياء الإيجابية ويتذكر الأشياء الجميلة في حياته، وقادر على تذكر الأشخاص الإيجابيين الذين يمنحونه الطاقة الإيجابية، هؤلاء الأشخاص هم الأقدر على صناعة الجمال من حولهم، على إسعاد ذواتهم وإسعاد الآخرين. النسيان طاقة هائلة بتساعد الإنسان برضو على تفريغ كل هالشحنات هذه السلبية. صحيح. منه بتأكيد. ومحو كل هالذكريات اللي هي بالأخير عبء عليه وعلى من حوله. يعني تصوري أنت تكوني جالسة مع شخص وعلى طول يذكرك بالماضي واللي مر فيه والأشخاص السلبيين والأشخاص اللي أساءوا لك، يعني حيكون صعب كثير أنك تتعاملي معه. بينما الإنسان الإيجابي، الإنسان القوي، الإنسان المتفائل، الإنسان اللي يحسن الظن دائما ويعتبر أنه ما مضى قد مضى ويسقط من قاموسه، لأنه الذكريات السيئة إذا فقط قلبتي الصفحة من كتاب العمر واحتفظتي داخل كتاب عمرك هذا، فأي لحظة لما حترجعي تتصفحي هالكتاب حتلاقي فمزعيها شقيها شيليها من حياتك، أسقطيها هذه الذكريات هذه، حتشعري بالصفاء، حتشعري بالسلام، حتشعري أنك إنسانة دائما متجددة ومستعدة أنك أنت تبدأي مع الأشخاص من جديد بدون خلفية، بدون خلفية كئيبة، بدون قاعدة مهزوزة. تحسي حالك دائما أنك أنت مستعدة لاستقبال دائما الأجمل والأحسن والأقوى. جميل. دائماً. يعني السعادة مرتبطة دائما سلسلة مترابطة. أكيد. يعني ظهر يمكن انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص حصلت مشاكل معاه في الشغل، راح خرج هالمشاكل في زوجته، وزوجته خرجتها في الشغالة، والشغالة طلعت حرها. صحيح. في الأطفال. فالسعادة مترابطة أيضا. أكيد. يعني أتوقع كلمة بسيطة ممكن زي ما يقول أجانب you made my day، يعني أحيانا فعلا تكوني حزينة جدا. أكيد. لكن كلمة بسيطة. أكيد. بتعطيك سعادة الباقي اليوم، يعني تعطيك دفعة. أكيد. جدا. أكيد هذا لما نتكلم عنه إحنا ونقول إنه استمتاع بالآخرين. أنا لما بمر أمام شخص وأجد إنه هو سعيد أو مبتسم، يقرأ بمقالة أو يتفرج على التلفزيون وأجد إنه يبتسم، خليني أوقف قدامه وأشوفه كيف عم يبتسم. وهذا على فكرة هذه عدوى. السعادة عدوى، والبؤس والتعاسة عدوى. فأنت لما بتحيطي نفسك بأشياء جميلة، أشياء مفرحة، إن كانت
من نباتات في البيت، إن كان من ألوان زاهية وحلوة، هذا كله راح ينعكس على نفسيتك وبالتالي على سلوكياتك وتعاطيك مع الحياة ومع الأشخاص الآخرين. لما بتستمتعي أنت بقطة، لما بتستمتعي انت باشياء جدا بسيطه، بفستان بسيط انت اشتريتيه، حتحسي انك انت قادره على صناعه النفس السعاده لنفسك من خلال الاخرين ومن خلال الحياه. هلا بيقولوا لي انت عم تتفلسفي، هي الامور بهالبساطه هذه؟ لا هي فعلا الامور هذه بهالسهوله هذه. لا هي يعني هي عباره عن سلسله مترابطه، يعني صحيح. انك انت تحاولي تنسي، تحاولي انك تتفائلي، يكون صحيح. في عندك حركه ونشاط، لانه اكيد الحركه صحيح. تجدد الدوره الدمويه دائما. يكون في امور كثيره أكيد. الابتسامه احيانا لما تدخلي للعمل ويكون في قدامك اشخاص يعدوك فعلا عدوى الابتسامه، غير لما تدخلي مكان تقولي يا لطيف يا لطيف كلها مكشره، فاكيد يمكن هي امور بسيطه وبالكلام عنها اعتبرها انها صغيره صحيح. ولكن لما ترتبط مع بعض شوفوا بيكون لها تاثير جدا كبير. اكيد, أكيد. استاذه لينا حمامي دائما تعطينا معلومات او تلفت انتباهنا الى بعض الزوايا من القصه اللي احنا ما نكون شايفينها، وتعطينا يعني نقاط جدا جميله. احنا طبعا مثل ما تعودنا انه المراه عندها مشاكل وتقلبات نفسيه، ما حنقول مشاكل، عندها بعض الهرمونات اللي ممكن تاثر على سعادتها او على مودها او على طريقه حياتها اليوميه. كيف ممكن انت تنصحي السيده بانه يكون في عندها خطوات معينه تتبعها في حياتها اليوميه حتى لو مرت بهذه المرحله تقدر انها تتغلب على نفسيتها من الناحيه الهرمونيه؟ خليني اقول بشكل بسيط جدا، أن تستمد قوتها من ضعفها، ولا تعتبر نفسها هي دائما ضعيفة وأنه هي تلعب دور الضحية. الإنسان اللي بيلعب دور الضحية لا يمكن أنه يكون سعيد، لأنه دائما بحس أنه السكين محطوطة على رقبته. أما لما بتستعيش وبتتعاطى مع الحياة ومع الآخرين على أنها شريك في الحياة، على أنها لها دور أساسي وفعال في الحياة، على أنها إنسان فاعل وليس مفعول به على طول الخط، عملية الإنجاز، عملية وضع الأهداف، على عملية الحراك، هالحراك الدائم هذا هو مصادر السعادة. حتقولوا لي طيب هي ممكن أنها فيما لو تحركت بتخاف من الفشل؟ ما هو انت اذا ما فشلتي كيف ممكن تشعري بالسعاده؟ كيف راح تتعلمي؟ كيف راح تحققي هالاهداف الصغيره؟ احنا بعمليه السعي في الحياه احنا بنكون عم نخطو خطوات مش دائما هي في الهواء، احيانا نضع رجلنا في الهواء، هذا صحيح هذا، ولكن كثير احيانا بتحطها على ارض صلبه، واذا اهتزت من تحتنا مش مشكله، من عيد ومن واقف ونكمل. المرأة العربية يجب أنها تشعر أنها شريك حقيقي في الحياة. هلأ بتقولوا لي أنه العادات والتقاليد والمجتمع والمش عارفة إيه وهذا هذا، ولكن أنا متفائلة جدا بالمرأة العربية. هي مجرد معتقدات، يعني هي فعلا موجودة في عاداتنا أو في طبيعتنا وحواجز وهمية في الغالب، ممكن إحنا نتخطاها إذا حطينا أنها مجرد صحيح. يعني مسببات ليست أسباب، يعني صحيح. أكيد، بس هي تقول أنه هذا حقها في الحياة. زي ما قلت لكم أنا طرحت في الفقرة الماضية أو الحلقة الماضية في الحقوق اللي ذكرت في إحدى وثائق الأمم المتحدة، وخاصة في الدستور الأمريكي، ذكروا فيها ثلاث حقوق أساسية للإنسان: الحق في الحياة، والحق في الحرية، والحق في السعي للسعادة. المرأة يجب أن تعرف أنه هذا حقها الذي لا يجب أن تتنازل عنه أو أن تتهاون فيه. أما أن تتنظر في البيت أن يأتي الرجل بكل مسببات السعادة لها من مال وجاه وحب وعاطفة وهي جالسة، إحنا ما عاد في عنا زمن الحريم، خلاص التغى من زمان. هي يجب أن يكون يدها بيد الرجل كي تتحرك من أجل تحقيق سعادتها. صحيح. هلا في كثير ناس بيقولوا لك أنا والله ما في داعي أنا أتكلم، هو المفروض أو الشخص الآخر أو صديقتي الآخر مفروض أنه هو اللي يعرف وهو اللي يقدر وهو يتحرك. أنا إذا طلبت فمعنى ذلك أنه ما عاد أي معنى ولا قيمة لما لاحتياجاتي، فأنا لازم أنه هو اللي يعرف. طيب هو كيف ممكن يعرف؟ الولد الصغير إذا ما بكى أمه لا ترضعه، ف
انت بحاجه انك تتعلمي كيف تطلبي، انت تتعلمي كيف تعبري في الوقت المناسب وبالشكل المناسب للشخص المناسب. مش دائما ممكن تحصلي على السعاده بهالظروف هذه، ابحثي في مكان اخر، ابحثي في طريق بطريقه اخرى، ابحثي مع اشخاص اخرين. جربي دائما، دائما لا تفقدي الامل يعني. لا هذا حقك في السعي للسعاده. جميل. لانه في نقطه بحب اني انوه اليها والفت النظر اليها، السعي للسعاده هو بحد ذاته سعاده، مش دائما هو تعب، مش دائما هو جهد ضائع، هو مش دائما، لانك انت في سعيك للسعاده انت عم تتعلمي وانت عم تكتشفي. صحيح. انت عم تحبي وانت عم تكرهي، انت عم تتعرفي على ذاتك وعلى الاخرين يعني وعلى الحياة. نقرب الصوره شوي، لما يكون في عندك عزيمه وانت متهيئه للعزيمه هذه من بدايه شعورك انه والله انا اليوم الفلاني عندي عزيمه بسوي ريجيم وبشتري فستان وبروح للمشروع، هذه الامور وين الضغط اللي هي تمر فيه بس هي سعيده فيها، فتعتبر انه هذا المشوار القصير هو نفسه مشوار حياتها للسعاده. طبعا لانه ان شاء الله انها توصل للسعاده. هي لما تعمل كل هالاشياء هذه هي هذه عم تاخذ فيها السعاده وفرح. صحيح. واستمتاع. هلا شوفي على ذكر نفس المثال هذا حقول لك يا بين ما انك تكوني انت معزومه وما تقولي والله اوف انا حروح اشوف حلتقي بناس متجرين، ناس مملين، ناس انا رايحه فقط كل وحده كل وحده طريقتها. تصوري وجهك وانت داخله على هالمكان ومقبله على هؤلاء الناس، فانت بتوحي لهم اساسا انك انت انسانه لست بسعيده، لست براضية، ولا أنك فرحانة أنك جاية للالتقاء بهم، فبالتالي هذا ينعكس على سلوكهم هم وعلى اتصالك بهم. أكيد نشكرك أستاذة لينا حمامي، يعني طبعتي على وجوهنا السعادة بالكلام اللي قلتيه. نتمنى أن نكون وصل لكم هذا الإحساس أعزائي المشاهدين، لأنه فعلا حتى الحديث عن السعادة يشعرك بالسعادة. شكرا لك، ونتمنى أنه دائما يكون عندك هذه الموضوعات السعيدة اللي ممكن تدخل إلى قلبنا الفرح. أكيد، وشكرا كثير لكم. أتمنى إن شاء الله أنه الفقرة الثانية حنتكلم عن إدارة الأزمات. إحنا مش تكلمنا الآن عن السعادة، السعادة لا تكتمل ومش اذا ما تخطينا مش فيها ثابتة دائما. صحيح. احنا بتمر في علينا ازمات، حنتعلم ناخذ في الحلقه القادمه ان شاء الله انه كيف ندير هالازمات هذه بشكل انه نحافظ على هالسعاده ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك استاذه لينا. اكيد مشاهدينا، من الامور ايضا الكثيره اللي بتدخل البهجه والسعاده على اي سيده هي تزيين منزلها بطريقه مميزه، ايضا تزيين طاوله السفره من احد الاسباب اللي بتفتح النفس اكثر. صحيح. للاكل جدا. حنشوف هالتقرير اللي مجهز لنا يا فريق الاعداد عن تزيين طاوله السفره، نرجع لكم مره ثانيه.